مره كنا مسافرين في مهرجان الاردن فكان في اياد وفراس وانا، فخرجنا بقى واتبسطنا وكانت سفريه لطيفه جدا. بس انا كنت اول مره اروح الاردن، رجعت بقى واحنا في المطار بقول طال خلاص انا بقيت لجوزي اللي هو صاحبهم يعني، قلت له خلاص انا هنضم للشله كله، هم بيخرجوا بقى اولاد كتير يعني خروجات ولاد من غير احنا. فقلت له لا ده انا معاكم، انا دايسه في خروجات الولاد، انا بحب الخروجات معاكم. احنا عندنا انا الجروب يعني كلنا عندنا البويز نايت. البويز نايت لازم لاقي انجي داخله على برضه يعني، حتى لو انت عايز تسهر عايز لوحدك مع اصحابك الرجاله برضه انجي راشقه في الخروج. انت عارف يعني البويز نايت انت وشيماء ما بترشاش. لا لا انا اقول لك على المجهود عشان انت تقنع مراتك بويز نايت، انت في شقلبزات قبليها بثلاث اربع ساعات تعمل اي حاجه بايظه في البيت. لا بس انت كويس ان انت يعني بتقول، يعني في ناس تقول لك لا ما فيش حاجه اسمها كده، هي عارفه ان انا لو خارج ما فيش يعني، هو بيحسسك ان هو مسيطر. فده مش لا 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 السيطره دي مش لا. بص انا بالنسبه لي كل باكل عيش. بص انا بالنسبه لي قعدت كتير قوي مش قادره اتقبل حكايه البويز نايت دي، يعني ايه يعني طب ما نخرج كلنا ليه؟ بس خلاص سلمت الرايه ليه بقى. ليه يا انجي ليه؟ لا يعني ليه وليه يعني اسمع، هي 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 ما كانتش متقبله البويز نايت لغايه ما مره بالصدفه جت عدت علينا واحنا في بويز نايت. فدخلت لقت اربعه ياسين من الحياه قاعدين كده. لا بس ده فيلم على فكره، لو عاملين فيلم عشان لما حد يجي يعرف اللي انا بس برسيك على اللي فيها يعني. ايه اول مره شيء مدبر. واضح. لا لا لقيت اللي باصص في السقف واللي مش عارف ايه، قلت له هو هي دي البويز نايت؟ ايوه هي دي البويز نايت. ما عايز حاجه، ما انت قاعده وصاحبتهم وصحاب مراتاتهم فبرضه مش هيدوك الامان حبيبي يا امير. صح يا حبيبي لازم. لا بس عايز اقول لك حاجه، ما انتوا ساعات كستات بتخرجوا لوحدكم، بتصحوا الصبح تنزلوا تفطروا مع بعض، مفيش عمر ما راجل قال لكم انا هنزل معاك، اشمعنى انتوا عايزين ترشقوا دايما؟ لا والله انا بص احنا سلمنا الرايه خلاص بيخرجوا يعني، بس ما عادش في حاجه لذيذه كده في خروجه الولاد يعني، نميمه مش نميمه لا يعني أنا طاقة تانية كده تحس كآبة إن... أكتر. لا 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 سيبك من اللي هو عنده حق على فكرة، ليلة دي أنتوا كنتوا دي أكيد كانت حاجة حاجة مدروسة يعني، أنتوا عاملينها قصد مش بويز نايت، كنا هربانين هربانين. هو لازم الواحد يهرب ساعات، بتحس أنت لازم تفصل. بس هو المشكلة دلوقتي إنجي بتقول لك إيه، أنا بحب قعدة رجالة جدا. عادي كأصحاب. صح؟ طبعا. دلوقتي لو إياد قال لمراته مثلا أصل أنا بحب قعدة الستات وأصحابي كلهم ليه ده الستات مش بتتقبله زي ما الرجالة تتقبل الموضوع ده؟ لا ايوه طلعي بقى ألف مبرر يلا. لا لا يعني لا لو طلال جوزي قال لك والله انا بموت في قعده الستات ليه لعلمك بقى انا جوزي بيقول لي كده. لعلمك لما مثلا عندي اصحاب، هو طبعا احيانا لما بيبقى الغزاله رايقه وموده ظريف لانه مش ده ما بيتكررش كتير، بس ساعات يحب يقعد يسمع بقى